النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أهمها أن الحكومة نشرت حصادها الأسبوعي في إنفوجراف. صحيح، الحكومة المصرية أيضا نفت استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة. أيضا وزارة الداخلية وفرت السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد. وأيضا هناك أخبار أخرى هنتابعها في سياق هذا التقرير. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 25 فبراير ولحد 3 مارس. تضمن الإنفوجراف الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة زي استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تلفزيون من الاستحقاق، الأخبار دي غير صحيحة وملهاش أي أساس من الحقيقة نهائياً. وأكدت الحكومة إن كل شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة زي ما هي بدون أي تغيير، وشددت على استمرار كل المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي بدون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة وصلت ل 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدد 36 معرض فرعي أمام السلاسل التجارية المشاركة وإقامة عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية في جميع محافظات الجمهورية. وفي أخبار محافظتنا، فمحافظتنا شهدت ربما مجموعة من الأخبار الكتير، كان أبرزها انطلاق امتحانات محو الأمية ل 7222 شخص في محافظة أسيوط. كمان أيضا كان في افتتاح 5 مساجد بتكلفة بلغت 6,800,000 جنيه في محافظة البحيرة. كمان التموين أعلنت ضخ كميات كبيرة من الرز في معارض أهلا رمضان، وبدء تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب في محافظة الإسماعيلية، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن محافظة أسيوط أعلنت انطلاق امتحانات محو الأمية دورة إبريل 2023 في جميع المراكز والأحياء خلال الفترة من 5 مارس ولحد 16 مارس، بإجمالي عدد متقدمين وصل ل 7,122 دارس هيمتحنوا في 200 لجنة. كمان افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة 5 مساجد جديدة في مراكز دمنهور، كوم حمادة، أبو المطامير والنوبرية بتكلفة 6,800,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد. مديرية التموين في محافظة دمياط أعلنت إنها قامت بضخ كميات من الرز وصلت ل 274 طن في معارض أهلا رمضان، وده للحفاظ على استقرار السلع وتوفرها جوه الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة وطرحها للبيع بسعر 15 جنيه للكيلو. مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية دشنت مجموعات الدعم المدرسية في كل الإدارات التعليمية اللي هتضم صفوة المعلمين في المواد الدراسية في كل المراحل التعليمية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والعلمي للطلاب. مديرية الصحة في محافظة الغربية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة بناء أبو صير التابعة لمركز سما النود، واللي داخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية. مديرية الأوقاف في محافظة الوادي الجديد أعلنت عن ختام الاختبارات الشفوية الأولية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة، واللي استمرت لمدة أسبوع على مستوى جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وجاري إعداد النتائج الأولية للمسابقة والتجهيز لبدء التصفيات النهائية. حلقت في سماء غرب محافظة الأقصر على مدار يومين 99 رحلة بالون طائر كان على متنها أكثر من 2700 سائح من حول العالم، واستحالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بيتوافدوا على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس.
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب الانتهاء من أعمال مصيف راس غارب على مساحة 2500 متر. المصيف هيكون على ممشى سياحي وكافيتيريا بمساحة 260 متر وعدد 28 كابينة.